اما هلا ليا بنتابع اولى محطاتنا لليوم بعالم الجمال والتجميل. كل واحد فينا يمكن اليوم بدور ليلاقي حاله حلو، كثير من التفاصيل يمكن بتعنينا. اليوم عم نشوف توجه كبير لعمليات التجميل او القصص هيك الجميله البسيطه مثل البوتوكس، الفيلر. الصبيه بتحب تبرز جمالها بطريقتها الخاصه. اليوم كمان بنشوف الشباب لهم حصه كبيره بيهتموا بحالهم، لكن كمان ضمن الحدود ويمكن ضمن عدم المبالغه في ظل عمليات التجميل والاحداث احدث التقنيات التجميليه. اليوم لنحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا الدكتور احمد صالح، اخصائي بامراض الجلديه والتجميل. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم صبايا وصباح مشاهدي الاخباريه الاكارم. صباح الخير دكتور احمد. بالبدايه خلينا هيك نتعرف على ابرز التقنيات بعيدا عن الجراحه، التقنيات الحديثه عم نشوف دائما اسماء ادويه سيرومات ابر بتجدد خلايا البشره، ولكن شو هي اجدد التقنيات يلي اليوم كثير عم نتداولها ضمن عياداتنا الطبيه؟ يسعد صباحكم مجددا. هلا البوتوكس والفيلر هن الاساسيين بموضوع التجميل. مثل ما بتعرفوا البوتوكس هو العلاج التجاعيد التعبيري اللي بتطلع بالأكشنة بأسرع مستوى العضلات وبيعمل فيها شلل مؤقت بيتراوح ما بين 4 إلى 6 شهور. الفيلر هو أي شيء بيعطي فوليوم حجم، يعني صبية عندها هبوط وزن مثلا مفاجئ صار عندها سلتة بالخدود أو شيء بدها تعطي فوليوم أو حجم، فهذا فيلر أو هيالورونيك أسيد. هلأ إذا بدنا نحكي عن شيء حديث وما بدنا نفوت بالتفصيل بالبوتوكس والفيلر، فتنا بشيء اسمه سكين بوسترز او محفزات الجلد. والمعروفه عالميا بابر النضاره، واللي انتشرت الحقيقه بكل عالم التجميل وانتشرت كالنار بالهشيم. هي عباره عن او مكوناتها عباره عن هيالورونيك اسيد بتراكيز مختلفه، مهمتها تحفيز انتاج الكولاجين وتحسين منظر ونضاره البشره. بيتربع على عرش هالبوسترز شيء اسمه إبرة البروفايلو. صحيح سمعنا فيها كثير. تماما، أو إبرة المشاهير مثل ما بيحلو للبعض يسموها. صحيح. طب خلينا نحكي عنها أكثر، يعني مثل ما قلت حكيت عن مكوناتها، بس إيمت ممكن أنا مثلا بلش بهي الإبرة؟ يعني كل صبية اليوم مو فقط الصبايا، يعني حتى عم نشوف الشباب دائما بيحاولوا يكونوا بأجمل صورة وبنفس الوقت يأخروا قد ما فيهم التقدم بالعمر، فكتير من التقنيات التجميلية وهي أحدثها إذا بدنا نحكي عنها بعيدا عن الجراحة التجميلية، إيمت فيني أنا بلش كل قديش؟ أحيانا كمان عم يكون في مبالغة باستخدامها لما نقول إبر النضارة أو إبر البروفايلو، في كمان طريقة التعامل التجميلية الصحيحة مع هي الإبر كيف بتكون؟ تماما. هلا البروفايلو هي برودكت ايطالي بيحوي على حمض الهيالورونيك اسيد فائق النقاوه. يعني شركه ابسا الايطاليه عملت دراسات وابحاث متعدده لوصلت لدرجه نقيه جدا من حمض الهيالورونيك اسيد. خالي من الشوائب يعني. تماما، يعني تقريبا نسبه 99% خالي من الشوائب. هي الابره معده بسيرنج 2 ميلي للحقن، بتنحقن بخمس نقط معروفه تشريحيا. طبعا هي النقط ما انحطت اعتباطيا، يعني نتيجه دراسات متعدده. وين هي النقط؟ خمس نقط بكل خد محدده تشريحيا، اسفل زاويه العين الوحشيه ب 2 ملي، بعيدا عن الاذن 1 ملي، جنب الانف 1 ملي، زاويه الفك واسفل زاويه الفم باتجاه التشين. شافوا من خلال الدراسات انه الحقن بهالمناطق المحدده تشريحيا مثل ما حكينا بيعمل انتشار سريع لماده الهيالورونيك اسيد فائق النقاوه، وبالتالي بيعطي ترطيب عالي وترطيب مستمر ونضاره بتحس فيها المريضه هي من جوا، يعني بتعطيها شعور ما شعرته من قبل. هي الابره يعني اذا جوابا على سؤالك امتى بتقدر تنحقن؟ بعد 30 ولا لا مو شرط؟ باي وقت؟ لا مو شرط، يعني بتجيكي صبيه مثلا بنهايه العشرينات عامله دايت فنازل وزنها شوي صغيرة، فانت شوية شحوب بتحس تماما شحوب أو بلشت سوفت لاينز تطلع باتجاه الخد أو كذا، البروفايلو طلبة. كل قد يعني لتكون تعطي النتيجة المتاحة؟ الشركة المصنعة للمادة بتقول أنه لازم تحقن إبرة اليوم مثلا وترجع تعيدها بعد شهر، هيك بتاخد فول إفكت. نعم دكتور، كمان خلينا ننتقل ونحكي عن موضوع الخيوط يلي كثير من الصبايا والشباب يعني
عنده خوف لحد الآن من أنه عملية خيوط، هل هي عمل جراحي؟ شو يعني لما نعمل نشد بالخيط؟ أي الزوايا هي من بالرأس وراء الإذن؟ خلينا نشرح عن تقنية الخيوط أكثر، وأيضا يعني من خلال جوابك خلينا نحكي دكتور عن أحيانا بنسمع أنه يفك الخيط، شو يعني فك الخيط أو داب الخيط؟ هل لا فك الخيط لا، أما داب الخيط أكيد. أوكي. هلأ مع التقدم بالعمر ونتيجة الجاذبية الأرضية بتبلش الدهون بمنطقة الوجنات تنزل باتجاه هالمنطقة وبتعطينا هي التانية. مع تقدم الوقت كمان بتنزل لتحت باتجاه الجو لاين وبتعطي كمان هي الطاجة. طبعا لساتنا بالأمور الخفيفة. هي استطباب للجراحة. الجراحة هي تكنيك غير الخيطان هي تكنيك غير جراحي سهل الإجراء، بيتم بالعيادة بإله نوعين، يعني بشكل عام نوعين، البي دي او والبي ال اي. هاي الخيطان مندخلها بالمنطقة اللي نحنا بدنا نشدها، سواء تحديد زاوية الفك أو رفع الوجنات. مندخل خيط أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو ما في عدد محدد، طبعا كل ما كترنا كل ما كان أفضل. مندخلها بنقطة معينة إلا هي حراشة، طبعا ثلاث أنواع هي 3D 4D 6D، تشبك مع الأنسجة اللي جوا وبنسحب نحن النيدل اللي دخلنا فيها وبيضل الخيط. هذا الخيط معد إنه يضل ضمن النسيج ممتص، ومع الوقت بيعمل تليفات. هي التليفات نحن بدنا إياها، بتعمل هي الشدة الخفيفة. طب خلينا نحكي كيف بتم إدخال هذا الخيط بالإبر، وكيف وين بيتعلق الخيط إذا دخل؟ تماماً، يعني هلأ خلينا نقول بدنا نشد هاي المنطقة للجو لاين. أي نقطة من هون طبعاً تحت التخدير الموضعي، بناخد نفتح مسرة للنيدل أو القنية اللي بنفوت فيها الخيط. ممكن نرسم المنطقة المستهدفة اللي نحن بدنا نفوت فيها، بيدخل الخيط وبنسحب القنية، بيشبك الخيط جوات النسيج. طبعاً لازم يكون ادخال الخيط ما بين الطبقه ما بين الأدمة المتوسطه للعميقه، لانه اذا كان كثير سطحي فحيعمل ديفو بالجلد، واذا كان تحت النسيج الدهني فما حيشد جلد، حيضل جوا، حيعطينا اثر نضاره بس، اما ما حيعطينا افكت شد. ومثل ما حكينا يعني هي مصنعه لتبقى جوات البشره، بالمستقبل بيركب عليها كولاجين، بيركب عليها إيلاستين، وبتعطي ريفريش للبشرة. هلأ عمر محدد ما في، المهم هو الاستطباب. يعني أحيانا بتجيكي شاب أو صبية عمره 35 ما عنده أي تجاعيد، ما عنده أي شيء، وممكن تجيكي صبية بعمر 19 مثل ما حكينا عاملة دايت أو شيء، بتتطلب هذا الموضوع. والخيطان ممكن نشد فيها الرقبة كمان، وحتى الدراسات الحديثة بتقولك أي منطقة بالجسم فينا نشد فيها. هلا بنشوف كمان العيون، يعني اليوم بنشوف كمان كثير من الناس بتروح تجاه الخيطان تشد عيونها، تعطي بسحبة العيون أو عيون القطة. هلأ الدارج تماماً تريند موضة كمان، هي بتأثر. يعني بنعرف نحنا أنه هي الخيوط هي سليمة، يعني مثل الجلد بتنسجم معه، بس فعليا لما نقول مثل العين المنطقة حساسة وعم يصير تكرار. يعني كتير بنسمع من دكاترة التجميل أنه الصبية يعني كل شهرين أو ثلاثة عم ترجع تطلب تعمل أنه خيوط للعين، خصوصا مشان تحصل على مقاييس جمال معينة هي حاببتها. هون بيكون موضوع عادي حساس ولا لا؟ كترته لازم يكون في اعتدال فيها، والعين بيختلف عن الخد او اذا بدنا نحكي عن الدقن. هلا اهم شيء الاستطباب. من ناحيه الامان امنه جدا اذا انحقنت بايد خبيره طبعا. صحيح. هلا نفس الخيطان اللي من مخصصه لشد الوجه، نفس الخيطان تستخدم لرفع الحاجب او للكات ايز او الفوكس ايز. يعني انا لما تشد عين يعني جلده العين لما انا عم حاول دائما بالخيطان ما بتتاثر كمان على ترهل الجلد؟ ابدا، احنا شغلنا مو هون، احنا شغلنا هون رفع الحاجب. السلبيه الوحيده الى انه اولا اكسبنسيف غالي، ثانيا ما بتطول، يعني ماكسيموم 3 شهور. صحيح. لهيك انا شخصيا من تجربتي بحب رفع الحاجب بالبوتوكس اكثر، افضل. اما يعني ما بتطول شهرين ثلاثه وبتروح وبدها ترجع تكررها. هي السلبيه الوحيده. تمام. اما شد الاجفان فهي عمليه مختلفه طبيه، غير يعني في عالم يعني بيعملوها لانه لازم يعملوا شد الاجفان، ولكن اليوم الناس هيك عم تتوه على اي اختصاص يروحوا لشد الاجفان، عينيه ولا تجميليه؟
هلا اذا ظلت ضمن سياق العينيه والتجميليه مو مشكله يعني، بس هلا نتيجه الفوضى العارمه طبعا والاعتداء على مهنه التجميل يعني صحيح. الحقيقه صارت شغله المال وشغله يعني. شد الاشفان هي اذا جيتي للواقع هي اختصاص الجراحه التجميليه الا استطبابات، استطباباتها تجميليه بالمطلق الا ببعض الحالات اللي بتكون كثير شديده وبتاثر على مدى الرؤيه ساعتها لا لازم تنقام او شد الاشفان العلويه والسفليه. نحن بنفضل يكون بالمشفى لانه مزعج نوعا ما يعني. فهلا في اطباء كثير عم يعملوها بالعيادات لكن الافضل هو تحت التخدير العام، خاصه اذا المريضه بدها تعمل علويه وسفليه. بالنهايه يعني احنا بننصح مريضتنا انه اذا بدك تعملي فوق وتحت فلازم يكون في فاصل بيناتهم اسبوعين هذا افضل، او اذا مثلا مستعجله او عندها سفر فلا تحت التخدير العام. اشرت لنقطه كثير مهمه دكتور، الفوضى العارمه اليوم بعالم التجميل. قديش مهم اليوم صبيه يمكن تحسب 1000 حساب وتاخذ 1000 استشاره قبل التوجه لطبيب التجميل، لانه في اعتداء على هي المهنه بشكل كثير كبير والموضوع صار تجاري. يعني عم نشوف مراكز تجميليه بيقول لك انا حاصل على شهاده هو بالاساس يعني بس متعلم كيف يضرب الابره. قديش مهم هون لحتى ما تتورط، لانه حتى على السوشيال ميديا بنشوف حالات فعلا مؤلمه، يعني حدا راح يعمل بوتوكس طلع البوتوكس تشوهات بالفيلر. قديش مهم اليوم لكل الصبايا وخصوصا الصغار، يعني عم نشوف في هوس كثير كبير بالتجميل خصوصا لانه الانستا هو بس فقط ابراز المظاهر وقديش الناس حلوه وقديش فيها بتعتني بنفسها، في تاثر كثير كبير على جيل اليوم من الصبايا والشباب، بس انه كل حدا لازم يعتني بجماله، بس قديش مهم نستشير انه نروح على عند دكتور تجميل مختص وبنفس الوقت يعني حتى التكلفه بتبين معه، لانه في ناس بتقول لك هذا رخيص، هذا رخيص مو لانه عم يعطيك مواد صحيحه، هذا يمكن لانه ما معه شهاده مركزه تجاري. فهي خلينا نعطي هيك بعض فينا نقول النصائح لكل الصبايا والناس اللي عم يشاهدونا. هلا الفوضى العارمه بمجال التجميل الحقيقه يعني هذا حديث كثير طويل يعني صحيح. للاسف يعني، وانا باعتقادي يعني لازم وزاره الصحه تحط ايدها على هذا الموضوع لانه الديفويات اللي عم نشوفها او الكوارث خلينا نقول اللي عم نشوفها يعني صحيح. بيجيكي واحد عامل دوره يومين بيقول لك انا خلص صرت اخصائي تجميل يعني، او ممكن صبيه تداوم شغل بمركز تجميل خلص صارت بروف بالحقن او شيء. هلا رح احكي لك عن تجربتي انا يعني. لي صديقه حتى من وسطكم الاعلامي يعني كانت عم تصور بمركز مركز معين يعني، فلما خلصت حبوا يقدموا لها هديه فيلر، انه نحقن لها فيلر. المهم بلا طول سيره حقنوا لها بالشفاف فصار تحسس ووزمه شديده عندها. استشارتني عالجناها طبعا وتم الامر، فانا فسرت الموضوع مثل ما عم نشوف طبعا انه نتيجه استرخاص المواد والموضوع صار تجاري يعني صار البيشنت هو هدف لهالمراكز. والمشكلة انه حتى اللي بتعمل دعايه للمركز بتقول لك انا مجربته وكثير ظريف، وهي فقط ما بدها تكون مجربته ولا كثير ظريف، بس هي قابضه على هذا الاعلان يعني، هي بتكون شريكه للاسف يعني. هلا فتي هون بجروبات التجميل يعني بتفوتي على جروبات تجميل صحيح. جروبات اشاطي وما بعرف شو قال لي انه والله انا عملت عند فلان وعملت على علان وكذا، هذا كله مقبوض يعني صحيح. يعني الناس لازم تبلش توعى لهي القصه انه انت عم يعاملوك كسلعه مو صحيح. مو كمريض يعني. وهون انا يعني بس بتوجه يعني انه هذا الموضوع لازم شوي يتابع من قبل وزاره الصحه يعني. هلا مثل ما انكم شايفين الفوضى يعني بين مركز التجميل ومركز تجميل صار في مركز تجميل صحيح. اوكي ما لنا ضد، جيبوا اطباء اخصائيين لهالموضوع يعني، ما تخلوا جمال الصبايا او بشرات الصبايا او لعبه تماما يعني. نحن عم نشوف الكوارث اللي عم تصير. مثال صغير يعني بجيبوا الفيلر المعد فيلر البضي مثلا او فيلر الدارير يعني، هذا بيجي ب 60 ملي بعبوه كبيره بسحبوه وبيحقنوها بالوش وحتى بالشفاف طبعا يعني ما بيصير يعني. هذا الموضوع بده التزام اخلاقي نوعا ما. وهلا انا بحمل الحق بالنهايه كله للصبايا يعني، بالجمال ما لازم الواحد يسترخص ابدا يعني 100%. دكتور بنهايه حديثنا هيك خلينا بس ننوه، هل صحيح في انواع فرنسيه وكوريه وما بعرف شو انواع عديده، وهل صحيح في مده زمنيه لفتح الابره؟ يعني بنشوف في دكاتره كثير انه ايه انا بعمل لك 5 نقط بوشك بوتوكس، هل 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 هذا الشيء صح ولا لا خلص الابره، ابره البوتوكس انفتحت لازم تنحط كلها؟
او حسب التخزين؟ في مدة زمنية بالبداية؟ تماما. هلا ابرة البوتوكس هلا الحمد لله انه صارت بقى مسموح باستيرادها من قبل الدولة، هون بتضمني انه شغلة جودتها تماما. اما الانواع الموجودة بالسوق خلينا نكون صريحين، يعني فرنسي وسويسري وكذا، هذا كله حكي فاضي. يعني بالبلد عنا نوعين لا سالس لهما، صيني وكوري. الفرق بيناتهم الصيني او الكوري خلينا نقول هو هيومن، المستقبلات تبعه والبروتينات تبعه اكثر نزوجه هو بيكون، لا نسبه التحسس عليها 0%. الانواع الصينيه فيك انت تحطي الستيكر اللي بدك اياه يعني. والكوري بضاين اكثر شيء صح؟ لا الصيني الحقيقه كان ضاين، الصيني بضاين اكثر، اما الكوري مثل ما قلت لك نسبه التحسس عليه هي 0%. البوتوكس عالميا من 4 إلى 6 شهور لازم إبرة البوتوكس تكون محفوظة بالثلاجة، بس متى ما انفتحت وانحقنت فورا يعني منقول معها تقريبا شيء أسبوع محفوظة بالبراد وليس بالثلاجة، مع أسبوع ممكن أنك تروتشي فيها أو شيء، أما بعد هيك خلاص صارت على الكب. طيب كل قديش بتنصح الصبايا يعملوا بوتوكس أو فيلر؟ يعني أحيانا عم يكون في مبالغة، يعني اليوم عم نشوف في مبالغة بعمل التجميل، وفي كتير من الصبايا والسيدات كتير عم يبالغوا بالتعامل مع المواد التجميلية. كل قديش للحفاظ أساسا على نضارة البشرة؟ يعني أنت دكتور أمراض جلدية، بنعرف حتى البشرة بتتعب حتى لو كان هاي المواد صحية، قديش بقدر أنا حافظ عليها؟ هلأ القصة بالاستطباب، يعني احيانا تجيكي صبيه عمرها 35 سنه ما في ولا خط بجبهتها، ما عندها رياكشنات قويه يعني اثرت على موضوع حسب الحال تماما. فالموضوع استطباب كل صبيه متى ما حست انه صار في ديفو عندها تتوجه لعند اخصائي جلديه او جراحه تجميليه، طبعا ملعبهم هي القصه، فتاخذ وتعطي معه. يعني هلا ما في صبيه معنا حلوه، صحيح ما في صبية ما عندها لمسة جمال بوجهها، فالطبيب الأخصائي هو الأقدر أنه يضوي على هالمنطقة عندها ديفو معين يصلحه ويتناقش هو وياها يعني بهالموضوع، ولا تسلم حالة لأي مركز تجاري أو أطباء غير اختصاصيين. نعم دكتور أحمد صالح، بالختام نشكرك كثير، شكرا كثير للمعلومات اللي قدمت لنا إياها، والصحة والسلامة لكل الناس. شكرا، يسعد صباحكم. شكرا لك دكتور، وأهلا وسهلا فيك.